بصوا انا دلوقتي لو عملت اكسترود لده بالعادي هتلاحظ ان هو عمل هسين فيتشر عشان خطوط والموضوع منتهي. وقيمه ال 39 دي او ال 50 دي هي ايه الارتفاع بتاعك، لكن ال 30 دي اللي هي ايه او ال 20 ده اللي هو سمك الخط اللي هو بيعمله. لو جينا احنا هنا حابين نعمل ثقب دايره هنا وينزل فيرتيكال، كل ما هنيجي نعمل اكسترود كات اللي هيحصل ان هو هياخده في الاتجاه ده، وانا عايزه ينزل عمودي، انا عايزه ينزل عمودي. في بلان ممكن تعمل بلان هنا مثلا وترسم الدايره وتعمل اكسترود كات. احنا قلناها قبل ما انت ما تيجي، بتيجي هنا بتختار دايركشن وتيجي تختار اي خط من دول هو بيعمل لك الدايركشن بتاعها. دي موضوع مهم جدا بالنسبه لايه الاكسترود بالظبط، هو هينزل لك بالثقب ايه عمود لتحت. طيب لو انا عندي سكتش زي ده، لو انا عندي سكتش زي ده وفي جاب هنا مثلا، جاب يعني ايه؟ يعني نقطتين مش قافلين على بعض، حاجه بالمنظر ده كده، وطبعا لا يمكن الواحد يلمحها بالعين المجرده يعني، وحاجه زي كده مثلا انت لا يمكن تلمحها، بس في هنا في حاجه اسمها ريبير سكتش. لو دوست عليها هتلاحظ ان هو كاتب لك هنا القيمه، القيمه دي هو بيدورك على اصغر حاجه، يعني انت فاهمني شوينج جابز سمولر زان القيمه دي، وقتها انت دخل قيمه اكبر 0001 مثلا ودوس سيرش. حلو، جاب لك هو ايه؟ جاب لك حاجه بالمنظر ده، ممكن تعدلها من هنا. تعال شوف اللي بعده، تعال عدلها من هنا برضه كده، الجاب عندك اتقفل. وكده لو انت عملت هنا ريفولت هتعمل معاك عادي جدا، صح كده؟ بس هو ما بيجيبش الدايره دي يعني. تاني ركز، هو انت بتيجي ترسم اوقات، وانت بتيجي ترسم ايه اللي بيحصل؟ بتيجي ترسم دايره زي دي تيجي تقف على الاورجن ما بيجيبلكش اي ريليشن. انا عايز ارسم هنا ما بعرفش ارسم في الاورجن، يعني انت لو زومت هنا بالنسبه للبوينت دي ما جاتش في الاورجن، بيبقى ايه المشكله؟ بيبقى المشكله ان السناب عندك واقف. ساعتها تعالى في الاوبشن، ادخل في الدوكيومنت واختار جريد سناب، وتعالى ادخل على جو تو سيستم سنابس واعمل انيبل سنابنج ودوس اوكي. وقتها لما تيجي ترسم هيتيح لك السناب زي ما انت شايف زي الاوتوكاد. بالنسبه للعين دي انت بتقدر تظهر وتخفي اي حاجه هنا، تعمل فيو بلان ممكن تخفي البلانات كلها وتظهرها من هنا، وهنا الفيو اكسيز ممكن تخفيه وتظهره وهكذا، فاي حاجه ممكن تخفيها بما فيها ريليشن. والدايمنشن كمان بالمناسبه تقدر تخفيها في حاله ان انت بقى عندك حاجات كتيره. تمام، وهنا في حاجه اسمها ديسبلاي ديليت ريليشن، لو دوست عليها هيجيب لك كل الريليشن اللي عندك. لو عايز تتخلص منها كلها اعمل ديليت اول، حذف لك كل الريليشن اللي عندك. لو عايز تضيف ريليشن ممكن من هنا برضو تعمل اد ريليشن، بدل ما تعمل حاجه مع حاجه كنترول تعالى اختار ده واختار ده، هيجيب لك الريليشن ما بينهم. تعالى دوس اوكي، تعالى اعمل اد ريليشن واقول مثلا ان ده مع ده ان ده مع ده مثلا سي ميرج مثلا. بعدين هو مش هي يعني، بس انا عايز اقول لك ان انت ممكن تعمل بالسيلكت ريليشن اي حاجه. طيب لو حاب اخلي شكل فول ديفاين عندي، في تحتها في فول ديفاين سكتش، لو دوست عليها هتلاحظ كاتب لك اللي اول انتيتيز ان سكتش، قول له يس كالكوليت يعني احسبها لي، هو هيحسب لك كل الحاجات اللي في السكتش وهيعملها لك فول ديفاين، وهتلاحظ ان الشكل بقى معاك فول ديفاين تحت. تمام، بصوا انا هعمل انسيرت تولز عشان ادخل صوره، وبدخل في السكتش تولز واجي اختار حاجه اسمها سكتش بكتشر. بيجي يسالك انت عايز انهي صوره، تعال اقول مثلا جامعه حلوان دي ودوس اوكي. حلو،
هو هتلاحظ هنا ان هو زي الاوتوكاد، لما تيجي تدخل حاجه هو بيسالك على السكيل بتاعها، عايز تكبرها عايز تصغرها، دوس اوكي يعني لو انت راضي عنها. لو عايز تشوف اي خطوط تقدر تشوفها، وخاصه في الكلام العربي لان هنا ما بيكتبش عربي. طيب لو حبيت الخط ده احوله للارك عشان ارسم الارك ده بعمل ايه؟ برجع للبوينت دي احوله للارك، خدت بالك؟ وصلكوا؟ وارجع تاني ايه ارسم خط وهكذا. فانا اقدر اشف بالطريقه دي ايه الكلام العربي بالذات او اللوجو. لو انت عندك لوجو مثلا حبيت ان انت ايه تعمله 3D مثلا وهكذا. وانت شغال لو حبيت تقلل السكيل بتاعك على قد ما تقدر في اي حاجه، ادخل في انسيرت فيتشر على حاجه اسمها سكيل. كل اللي انت بتعمله بتختار الجسم اللي انت عايز تعمل له سكيل، وتعالى داخل القيمه بتاعتك خليها مثلا 2 يعني 1 ل 2 يعني كده هيكبر مرتين، اعمل لك سكيل ليه. لو انا هنا في الفيو بتاعك ده الايزومتري، افرض يعني الايزومتري ده ما عجبكش، عايز تعمل منظر تاني، عايز مثلا ايه توضح حاجه بالمنظر ده، عايز تخلي في فيو جاهز عندك دايما، تعالى افتح السهم ده واختار حاجه اسمها نيو فيو، تعالى دوس عليها وان كليك جاب لك فيو، اكتب مثلا احمد صلاح فيو مثلا زي ما انت عايز يعني حاجه زي كده، وتعالى الزمن يلف بيك، تعالى اقف مثلا بالفيو احمد صلاح جابه لك تاني. وصل لك؟ شايف انت علامه التلفزيون دي؟ لو جيت فتحتها هتلاقي شادو، يعني انت ممكن تظهر الظل موجود، ركزوا قوي في الجوانب هنا، اول ما ادوس اعمل لك ظل ليها. تعالى الغيها، شوف اللي بعدها الاوكليشن دي مش عارف هو عامل ايه الصراحه. في هنا هو المنظور البرسبكتيف، لو جيت اخترتها جابها لك منظور، يعني انت لو جيت وقفت هنا هتلاحظ ان الشكل عندك بيصغر، توصل لك زي قبان سكه حديد كده. ايه؟ ما هو اللي حاببها هتلاحظ ان هنا في حاجه اسمها كرتون، ان هو قلب لك الايه الشكل بتاعك شكل كرتوني شويه كده، دي حاجه برضو ايه لو هتفيدكم. بصوا بقى شايف انت العلامه دي، بيقول لك بريفيوس فيو، يعني انت لو انت كنت واقف كده او بتعمل موف لاي حاجه بيجيب لك البريفيوس بتاعك، يعني انت افرض كنت واقف في الوضع ده مثلا حلو، وبعد كده رحت واقف كده مثلا يعني، وعايز تجيب الوضع اللي قبله. وصل لك؟ بتقدر تجيب الفيو اللي كان سابق، ودي حاجه مهمه. لو انا حابب ان انا اقسم حاجه زي كده مستطيلات زي الشطرنج، باجي هنا في الكيرف في حاجه اسمها سبليت لاين. كل اللي انت بتعمله بتيجي تختار السكتش بتاعك اللي هو كرنت سكتش، وفي عندك هنا كذا نوع، اختار البروجيكشن مثلا وتعالى اختار الفيس ده، ومجرد ما تيجي تدوس اوكي وتيجي تعمل هايد للسكتش تلاحظ ان هو ايه قسمها لك المربعات. تقدر بالابيرنس دوس كليك يمين على ده تعمل ابيرنس فيس، واحنا اتفقنا في فرق بين الابيرنس فيس والبادي والاكسترود. تعال خلي مثلا ده اسود مثلا او ابيض اسود مثلا، وتعال اختار ان ده اسود وده اسود وده اسود مثلا وده اسود وده اسود وده اسود مثلا وهكذا. وتعالى دوس اوكي واختار مثلا، طبعا انت هتكمل على هذا المنوال، وتعالى اعمل الابيرنس بتاعك مثلا الفيس ده ابيض مثلا وده ابيض وده ابيض وده ابيض. طبعا انت بتكمل بقيه الاشكال معاك بنفس المنوال ده. حلو. سبليت امر مهم جدا لانه زي ما انت شايف هو ما قطعلكش في الشكل، بس هو ايه قسمه لك قطع. بص بقى دلوقتي لو السيرفس عندك مش موجود، السيرفسز عندك مش موجود، بتدوس كليك يمين وتجيبه. ماشي؟ ما يا مجدي؟ بتدوس على كليك يمين وتقوم جايب السيرفسز. جاب لك السيرفس دي كل الاوامر بتاعت السيرفس. هتلاحظ في اول تمرين هنا هنشوف الاكسترود عامل ازاي في السيرفس وهكذا، والريفولف وسويب وكده. تعالى اعمل اكسترود كده من الخط ده مثلا للمربع ده مثلا. هتلاحظ ان هو زي ما احنا متعودين في الاكسترود العادي بيحصل معاك، بس الفرق بس ان هو جايبها لك مفرغه وجايبها لك عباره عن فريم
زي بلان. ليه؟ لان السيرفس هو في الحقيقه بلان او مجموعه من الخطوط، حاجه ملهاش وزن. يعني لو دوست اوكي هنا ودخلت على ايفالويت عشان تحسب الوزن، هتلاقي الماسبو روبرتز عندك مطفيه مش متفعله. ليه؟ لانها اصلا بلان. يعني هو لا ليها سيكنس ولا ليها بالظبط. تاني كده لو عملت سيرفس هنا ودوست اكسترود، هتلاحظ ان هو ايه، هتلاحظ هو نفس الاوامر بتاعه الاكسترود العادي، اب تو فيرتكس، اب تو سيرفس، اوفست فروم سيرفس، اب تو بودي، ميد بلان، انك ممكن تعملها في الاتجاهين زي ما انت عايز. ولو عايز تعمل درافت كمان تقدر تعمل درافت زي ما انت حابب للايه، الاكسترود بتاعك. لو عايز تفعل امر اكسترود واند كاب هنا، لو تلاحظ شو خدت بالك ايه اللي حصل، جاب لك كاب ليها، طبقها لك من فوق لتحت، ودرافت اوتر بيعكسها لك. فانت ممكن تعمل حاجه بالمنظر ده، بس انت تخليك متاكد ان هي من الداخل ايه، مفرغه. يعني انت لو جيت هنا عملت ديليت ده مثلا، يعني معلش ديليت ايه، خلينا في سيكشن. ايه ده، ده عملت اكسترود عادي. ايه ده، ازاي الكلام ده؟ لا لا مش صح خالص. ازاي ما علينا. تاني اكسترود بتيجي تعمل درافت زي ما انت عايز، مثلا 10 درجات، وتعالى اعمل كاب اند مثلا ودوس اوكي، هو بيطببها لك من فوق. طبعا احنا واخدين سيكشن هنا، بتلاحظ ان هو ايه، الشكل معاك عباره عن ايه، مفرغ. وهنا بالنسبه للريفولف، هتلاحظ ان انت مجرد ما بتيجي تختار الخط ده بتاعك، هو بيعمل لك ريفولف لحاجه زي كده. بس بالمناسبه برضو عباره عن فريم. لو جينا هنا عملنا 180 مثلا، هتلاحظ ان هي ايه، مفرغه من الداخل. وبرضو لو جيت هنا في الايفالويت، هتلاحظ ان ماسبر بيرتز مش فيها معاك، معنى كده برضو ان هي مش واخده سيكنس. طب ونعملها ليه يا باشمهندس؟ هنقول ليه، هنقول ايه لازمتها. وهتلاحظ هنا لو عملنا ايديت فيتشر تاني، هتلاحظ كل الحاجات بتاعه الايه، الريفولف، اللي هو البلند اب تو فيرتكس اب تو سيرفيس والحاجات دي كلها، ودايركشن 2 برضو متفاعل معاك. ولو انت فاكر الدايركشن 2 احنا قلناها في حاله انت لو عايز تمشي في اتجاه بقيمه وتمشي في الاتجاه التاني بقيمه تانيه خالص. يعني مثلا انت مشيت في الاتجاه ده كده 180 ومشيت كده 90، والحالات دي يعني اوبشنز ده بيسعفك في حاله انك بتتعامل مع حاجه خاصه. بالنسبه لامر سويب، وده مهم جدا، احنا ممكن نعمل لده سويب على ده، صح؟ عمل سويب عادي، واتفقنا ان في سويب في جايد كيرف معاك، لو اخترت ده عمل لك ايه؟ جايد كيرف ليه؟ حدد لك الاطار بتاعه. وتعالى دوس اوكي. طيب بالمناسبه امر سويب هنا، هتلاحظ في حاجه اسمها سيركلر بروفايل، لو اخترت ده عمل لك ايه؟ افترض ان في دايره اصلا بالفعل، سيركلر بروفايل. فانت لو عملت سويب، ممكن تقدر تعمل سويب بالطريقه دي، انك هو بيفترض ان هي دايره، كل ما عليك انك بتيجي في بيانات الدايره تدخل قطر الدايره كام، 40 مثلا خليها 10 مثلا. وبرده في الفيتشر، في الفيتشر السيركلر موجوده، يعني في الفيتشر برده سويب السيركلر موجوده فيها. وهنلاحظ هنا ان في اللوفت هنا، في لو انا اخترت السكتش ده والسكتش ده والسكتش ده، ما عملش اللوفت. ليه بقى ما عملش اللوفت؟ حد يقدر يحلها؟ ليه ما عملش لوفت في الحاله دي؟ دي عشان الباشمهندس الخطوط مش على نفس الفول بالظبط. يعني لو جبت ده هنا تعمل، فانتوا ركزوا وانتوا بتعملوا اللوفت، ان انت تبقى متاكد ان هو ايه، معمول معاك. ده الموضوع باختصار. تعال ارسم الارك بتاعك هنا كده مثلا، ودي ابعادك زي ما انت عايز، يعني خد سنتر لاين مثلا هنا، وقول ان النقطة دي مع النقطة دي بالنسبة للخط ده ايه، سيمتريك مثلا. حلو، وقول النقطة دي مع ده سي هوريزونتال مثلا، يعني ادي ما اتحنت فيها، وقول ان دي مثلا 150. وتعالى ارسم على بلان عمودي ليها على الفرونت مثلا،
نفس الايه السكتش بتاعك قلنا 150 صح. لو جيت هنا عملت اسقاط ده على ده اللي هيحصل، لو عملت لوفت من ده على ده اللي هيحصل. هو عايز بومبين اعمل ايه بقى؟ لا بص بقى، في هنا في الكيرف في حاجه اسمها يروحت فين بروجكت كيرف. بروجكت كيرف دي تختار الكيرف ده والكيرف ده، هو اوتوماتيك بيرسم لك الكيرف ما بينهم على بلان في نص ايه المسافه بتاعته، وتعالى دوس اوكي وتعالى اعمل لوفت او باوندري زي ما انت عايز. طبعا هو خفاها لك يعني، تعالى اعمل له هايد شو يعني، هو اوتوماتيك عشان ينفذ لك الامر بيقفل لك الخطين. تعالى اظهرهم واعمل لوفت من ده لده لده مثلا، يعني هو بيكرر اللي احنا عمل لك حاجه بالمنظر ده. يعني هو بيكرر بالمناسبه باوندري افضل بكتير من لوفت في الحاله دي. ممكن تيجي تختار الكيرف ده بالنسبه للكيرف ده بالنسبه للكيرف ده، وانا بفضل باوندري في الحالات اللي زي دي عن ايه عن اللوفت. وتعالى دوس اوكي فبقى معاك الشكل بالمنظر ده. بس كده